طم الأحباء اللي تسألوا على تاريخ الجلسة العامة الانتخابية اللي يقول يوم 5 أوت، واليوم تم رسميا يعني تنزيل البلاغ بالصحف وبالموقع الرسمي للنادي ووسائل الإعلام. دونك اللي يعتبر اللي تاريخ معناها متأخر نقول له لا، لأنه الموسم الرياضي انتهى يوم 30 جوان، يوم 6 جويلي يعني بعد 6 أيام مباشرة من نهاية الموسم تم الإعلان على الجلسة، تاريخ معناها مقبول وعادي. تقول لي البطولة باش تبدا في اوت، نقول لك راه مازال ما فما حد شيء رسمي، فما استمرارية في الجمعية، جمعية عندها لاعبين عندها رصيف بشري، تحضيرات اكيد باش تبدا قبل انطلاق الجلسة العامة، لأنه مازال فما هيئة تسييرية وعندها واجباتها تجاه النادي اللي لازم تكملهم حتى اليوم الجلسة العامة الانتخابية. كيف كيف اذا كان فما هيئة مش تترشح وعندها برنامجها وعندها ان شاء الله انتدابات مش تقوم بها، انا راني مدي ايديا باش نعاونهم حتى لاخر لحظه، اذا كان حتى فما امضاء نتاع عقود او غيره او اتفاق معناها مع مدرب او غيره مره حتى مانع، اهم شيء اللي نخمو في مصلحه جمعيتنا. كملت انا توا الهيئه التسييريه الموسم الفارط، والموسم هذا بعد عامين الموسم الفارط ما ترشح حتى قائمه، ان شاء الله اثنين نلقاو قائمه او اثنين يترشحوا لرئاسه الشبيبه، وان شاء الله يكون عندهم برنامج اللي قادر باش ينهض بالجمعيه ويستجيب لطموحات الاحباء، اهم شيء اللي حباء يبقاو ملتفين حول الجمعيه بقطع النظر على الاشخاص. يلزمنا نخرجوا من شخصنا، وهذايا معايا وهذايا ضدي، راي الناس كل باش تاخذ وقتها وتمشي على رواحها، تبقى الشبيبه هي فوق كل اعتبارات فوق كل تجاذبات، احنا ماناش في عركه ولا في خصوبه، لازمنا حبايه يغلبوا مصلحه الجمعيه ويحكموا العقل والرسانة، هذايا اهم شيء. ان شاء الله نتمناو التوفيق للهيئه القادمه. انا شخصيا اكدت وعبرت من قبل، تعرف سيد من يعني تقريبا منتصف الموسم، اللي انا ما عنديش رغبه باش نترشح، اللي قمت بواجبي يعني ولبيت لي الواجب زوز مواسم قبلهم اربع مواسم في الرابطه المحترفه الاولى. الحمد لله ضمير مرتاح، نشكر كل اعضاء الهيئه التسييريه، كل المسؤولين اللي قاموا معناها بمجهودات كبيره تامين نشاط الجمعيه خلال الزوز مواسم هذيا. بالتوفيق ان شاء الله للهيئه القادمه، نستناو حتى 25 جويلية يعني اخر اجل لتقديم الترشحات، ثم للحديث بقيه. جهاز الشبيبة الحضيض هي الفتن، خاطر كان كل انسان يتحمل مسؤوليته ويتحمل دوره، المسؤول المسؤول والفني فني والمدرب مدرب، تو تمشي الامور. اذا كان مش نقعدوا نحن مختلفين ديما وفي جدال وهذاك وهذاك، هذاك ماضي وفاء، حاولنا نصفيوا القلوب، حاولنا نحطوا النقاط على الحروف، حاولنا جمعيه ترجع تنشط لغايه انطلاق الانتخابات، قالوا ان شاء الله 5 اوت، قلنا لهم فما اراء مختلفه، قربنا وجهه النظر، الجمعيه يلزمها ترجع تشكيلي بالموجود، ومن بعد تتعين هيئه تقوم هي برنامجها، شكون مش يكون برنامجها الطلوع، برنامجها التكوين، برنامجها كذا، مش تختار لجنة فنية باش ما عادش عنده الحق المسؤول ينتدب ولا يجيب جوار ولا يجيب، فما هيئة فنية هي اللي مش تعمل استراتيجي في الانتدابات وفي المدرب وفي كل شيء، وبهكا تتم الأمور. راي مش يبعلي بنحاولوا نعيشوا زادة ظروف الجمعية، ما نحاولوش نطلعوا الكوتا ونحن بعد نوحلوا واللي يجي بعد يوحل، حاولنا نصفيوا القلوب. الحس هذا والججماج اللي قاعد صاير خلي الناس كلها تهرب وتنفر، على خاطر الجمعية عندها موارد وعندها مداخيل وعندها محبين وعندها كل شيء، كلها هربت، والمسؤول اللي يشد يخا روحه في جواجم كبيرة ينسى حتى يعني توا ديجا فكرتهم في فلوس عند مصحة، فكرتهم في دعم عند فلان، في كذا، من كثر ما يصير الضغط على المسؤولين المتحملين المسؤولية يضيعوا البوصلة. حاولوا نصفيوا القلوب، جمعية أمانة في دينا، إذا كان مش تواصل هكا راه ما عادش باش نقواها الناس كل. هي مازالت ما فاتش توا المهم نتاع الهيئة التسييرية. الاجتماع هذا كان فيه برشا إيجابيات اللي كانوا اتفقنا، نجم نقول اتفقنا ولو 90%، اللي كون الهيئة التسييرية هذه تحاول تعمل اتصالات بشوية تفهم من براتيكمون، يظل لي فما قائمة واحدة راس عمر المركزي اللي اعطات، وهو عنده دوبل كاسكيت خاطر هو برومي فيس بريزيدون معنا، اكلي قال مش مشكل معناها نجم نتفقوا في اسم مدرب، نجم نتفقوا معناها من توا خلي تبدا باش ما نربحوا الوقت، باش ما مش تجيش نهار هيا نهار الانتخابات يلقى روحه وحده، فك الوقت هذاك باش يلوج مدرب ويلوج ملاعبيه وكل، فما نوعا ما من الاستمراريه يمكن دي سي دي جور مع التشاور مع رئيس الجمعيه،
باش نحاول نحطوا الجمعيه تبدا تتدرب رئيس انا تقع الانتخابات باش كي تاخذ الهيئه الجديده تبقى روحها معناها في السنين ما تقعدش معناها كل وقت هذاك باش تبدا ترينا وكل نخسر برشا وقت. الديسكات تتخبط عندها قداش من عام في الحكايه هذه. احنا حاولنا باكثر ما يمكن احنا كلينا الجمعيه وصلنا شيكات مسيبه الدور معناها مش لعبه معناها الواحد حط رقبته على القرضه. احنا حاولنا بالماكسيموم باش ما نخليوش ديون باش اللي يجي بعد ما نقاش خلصنا رفعنا نوعا ما من على الحقل تفهمنا مع العباد بارك الله فيهم اللي كانوا متفاهمين نوعا ما ما خذاوش فلوسهم الكل بقينا كل ولكن احنا ما نش نخليو دين. احنا حتى اللي وخرنا شويه في الاعلان على الموعد نتاع الجلسه عندنا شويه شيكات اون سيركيلاسيون يلزمهم ما يخلصوا وبحول الله خلصوا النصيب الكبير خلص قعدت شويه معناها بحول الله تتهز هذا هو ما فماش حاجه شنو نجم نقولوا جماهير الشبيبه؟ جماهير الشبيبه اذا كانت تحب جمعيتها عندهم مثال قريب عندهم شبيبه العمران وعندهم الملعب التونسي وعندهم السيابي اذا كان هما بالحق يحبوا جمعيتهم ويحبوا بلادهم يغزروا ثلاثة جمعيات هذوما هو توا اي واحد قروي ويحب القران ويحب الشبيبه مريض باش نكتبوا على بعض ولما هذه جينا باش نلقاو حل يظهر لي نهار 5 اوت اللي هو مازال شهر هذه امور اداريات وتحضير التقارير الادبيه والماليه نجم تهم الهيئه الموجوده ما نقولش متخليه وما نقولش ما تعاودش نجم يعاود سي مراد بالله فماش علاش ليه اما حاولنا نلقاو حل كيفاش ننطلقوا خاطر فما امور فنيه ما نجمش تصبر او الاوراق امور الجلسه العامه هذيك امور وقت تجي تجي اما من هنا الخمسه اوت ما لازمش الشبيبه تقف وخاصه في الوضعيه اللي هي فيها فنيا وماديا زاد لكن الفني توا اهم من المادي خاطر الماده تجي اما الفنيات كذا مش هذا مش حاضر دونك يظهر لي اقتنعوا الفكره قلت لهم باش نعينوا في غزون الاسبوع هذا هيئه فنيه باش تتلهى كان بالاختيارات باش نشوفوا المخزون اللي عندنا من الشباب ولا من الملاعبين اللي لعبوا في السيزون اللي فات ولاد الشبيبه المنتدبين مازالوا يصلحوا ولا ما يصلحوش واش هما باش يقترحوا الهيئه نحن نسيروا مش فنيين باش ناكلوا الموضوع ناس فنيين عندنا ما شاء الله عندنا برشا ولادنا عندهم العين تاع تختار الجورات عندهم عباد في اي مكان موجودين ينجموا يلقاونا الملاعبيه الناقصين وسي مراد مادام ما صارتش الجلسه العامه باش يحط الاراء نتاع الفنيين في الاطار القانوني خاطر هو الوحيد المخول الليل وتوا باش يصح هو من الناحيه العمليه باش نكونوا عمليين على التقرير المالي تبني انا اذا كان التقرير المالي كي يخرج باش نشوف عن مسالين مش مسالين عن المداخيل اللي باش تدخل من هنا لديسمبر تغطي ما تغطيش على حسب الاراء الفنيه الملعبيه اللي باش يتدبون قداش باش يتكلفوا وقتها تعرف روحك باش تعمل الحياة فام الإذاعة الأولى للصحة في تونس الحياة فام